يزينونها بالجير الطباشيري لإبراز جمالها في ليلة عرسها، ثم يضعون الترتر اللامع والملون من أجل إكمال الزينة. تلك الطقوس القديمة تأبى أن تندثر في بلغاريا منذ سقوط الشيوعية التي حرمت هؤلاء من طقوس أعراسهم العتيقة، وأهل قرية ريبنوفو الجبلية النائية جنوب غرب بلغاريا مستمرون في إحياء تقاليد الزفاف الممتدة لمئات السنين. И давам оградало да държи в ръцете, да може да се... Нали, тя не гледа с очите през това време. Тя е постоянно с затворени очи, а можем да си запази красотата. ومن ضمن هذه التقاليد إخراج كامل أغراض وأثاث العروسين إلى الحارة حتى يتسنى للجيران والأصدقاء رؤية ما ستكون عليه حياتهما مستقبلاً. كما أن العروس بعد الانتهاء من زينتها تخرج مع زوجها ولا تنظر خلفها أبداً، في دلالة قديمة لديهم تعني عدم رجوعها إلى بيت أهلها مرة أخرى.